أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد اقتحام ميليشيا الحوثي لمحلات وشركات الصرافة في صنعاء تحت مبرر حماية العملة من الانهيار. أغلقت معظم شركات ومحال الصرافة بصنعاء أبوابها احتجاجا على الإجراءات الأمنية التي تنفذها ميليشيا الحوثي تحت ذريعة ضبط سعر الصرف. وقالت مصادر صحفية أن ميليشيا الحوثي صادرت نحو مليار ريال من كل من مصرف الكريمي بشارع القيادة وفروع شركة مسعود للصرافة. وأوضحت أن الميليشيا اقتحمت فرع مصرف الكريمي بشارع القيادة وفروع أخرى لشركتي سويد والصيفي للصرافة، وتم إغلاقها بعد الاعتداء على الموظفين ونهب أموال تقدر بالملايين. في هذه الحلقة من زاوية الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي الوضع الاقتصادي في صنعاء بعد إجراءات الميليشيا وإغلاق محلات الصرافة لأبوابها؟ وهل تتمكن الحكومة من إنقاذ العملة المحلية من الانهيار؟ في تطور لم يسبق للعاصمة صنعاء أن شهدته من قبل، اقتحمت ميليشيا الحوثي محلات وشركات للصرافة وبدأت بمصادرة الأموال الموجودة بداخلها تحت مبرر ضبط سعر الصرف. مصادر قالت إن جهاز الأمن القومي الخاضع لسيطرة الحوثيين اقتحم فروع المصارف في صنعاء وقام بإزالة كاميرات المراقبة قبل الاعتداء على الموظفين ونهب أموال المصارف التي تقدر بالملايين. الوضع المعيشي في العاصمة أصبح متدهورا وقاسيا للغاية، خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى ما يقارب 500 ريال يمني نتيجة سيطرة الحوثيين على البنك المركزي وتحويل موارده لخدمة المجهود الحربي. وعلى الرغم من الاتفاق مع الحكومة على تحييد البنك بعد أزمة ارتفاع سعر العملات الأجنبية، إلا أن هذا لم يؤثر ولم يغير في الواقع المعيشي شيئا، ولم ينقذ تدهور العملة في صنعاء. سيطرة الحوثيين على المؤسسات المالية أدت إلى تهاوي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية واستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وهو الأمر الذي أدى بحسب اقتصاديين إلى ركود النظام المصرفي نظرا لإقبال عملاء المصارف على سحب ودائعهم. وكالعادة لم تجد ميليشيا الحوثي وسيلة لمواجهة الأزمة سوى إغلاق ونهب شركات الصرافة في محاولة منها للسيطرة على سعر الدولار الذي قفز بصورة مرعبة. منذ الانقلاب تزداد الأوضاع المعيشية سوءا، فلم يتوقف الأمر عند الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف، بل ارتفعت معه أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية التي أصبح بعدها المواطن في العاصمة يعيش أزمات لم يشهد لها مثيل. إذن أهلا بكم من جديد، ونبدأ النقاش مع ضيفنا من أنقرة الباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أهلا بك أستاذ حسام. أهلا بك. بداية، ما الذي تعنيه الإجراءات التي قامت بها اليوم ميليشيا الحوثي من مصادرة بعض الأموال من شركات الصرافة في العاصمة؟ أولا شكرا على الاستضافة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. الحقيقة أن هذه العملية ليست الأولى. المسألة في أو دراسة هذه النقطة بالذات أو الحديث عنها تحتاج إلى بيان بعض النقاط. أولا، البنك المركزي، سواء طبعا نحن نتحدث عن بنك مركزي في الوضع الطبيعي، ولكن نتحدث عنه الآن البنك المركزي كحكم كسلطة أمر واقع في صنعاء، مخول بمراقبة النظام الاقتصادي والأداء الاقتصادي وخاصة للصرافين. هناك نظام أو عفوا هناك قانون ينظم عمل الصرافين، وهناك إجراءات كان يمكن في حال فعلا ثبت أن هذه المصارف قامت بإخلال أو عمل يعني عمليات صرافة قد تضر بالنشاط الاقتصادي أو بالعملة بشكل عام، هنا يمكن للبنك المركزي التدخل. طبعا معروف أن محلات الصرافة وشركات الصرافة تقوم بإيداع مبالغ في البنوك التجارية، القانون يلزمها بهذا الأمر عند منحها الترخيص للعمل. بهذه المبالغ يمكن للبنك المركزي فرض العقوبات على المؤسسات المصرفية. ما تم الحقيقة هو صورة لميليشيا الحوثي نفسها وليس صورة للبنك المركزي أو صورة لأداء اقتصادي أو لعملية رقابية اقتصادية. ماذا يعني أن يتم اقتحام فروع لمؤسسات مصرفية بهذا الأسلوب؟ أن يتم إغلاق كاميرات المراقبة؟ أن يتم التعدي على الموظفين بإمكان الأمن القومي؟ إذا طبعا حسب هذه الأنباء، حسب الأنباء الصحفية المتواردة، بإمكانه بعملية بسيطة إبلاغ هذه المؤسسات. هي ليست مؤسسات مسلحة، هي مؤسسات مدنية تمارس العمل وفقا لترخيص البنك المركزي، ويجب أن يتم التعامل معها في هذا الإطار. يعني عملية التهديد والقوة لا تأتي بشيء
طيب في المرات السابقة حدث نفس الإجراء من قبل ميليشيا الحوثي، صدرت أموال من شركة الصرافة بهدف كما كانوا يقولون بهدف ضبط سعر الصرف، وتم تحسن ربما بسيط في أسعار الصرف. يعني الحقيقة أنه لا يوجد تحسن سببه ما تم القيام به، أو الحقيقة الأمر طبعا نعرف بأن تأثر سعر الصرف هو في الحقيقة هناك في البداية تأثير سريع نستطيع أن نسميه أو نشبهه بموجة سريعة، ثم تبدأ بالتناقص تدريجيا خلال فترة معينة. هناك بالنسبة لوضعنا الاقتصادي يعني نمو في أو في تدهور، نستطيع أن نقول تدهور في العملة الوطنية بشكل متدرج، ولكن تسبقه أيضا عبارة عن فقاعات أو عبارة عن موجات سريعة كبيرة نسبيا، ثم ما يبدأ يعني يكون هناك هامش التراجع. هذا الأمر طبيعي، يعني عندما يكون هناك عملية تداول بمئات الآلاف سواء طبعا عملة أجنبية وعمليات بيع وشراء، عندما تقوم محلات الصرافة بالتوقف عن البيع والشراء يحدث هناك شلل في الحركة المصرفية نفسها، وهذا طبعا يؤدي إلى توقف حركة السوق نفسها، حركة طلب وحركة عرض وبيع وشراء. وبالتالي عندما توقف النشاط المصرفي نفسه لا يعني أنك حافظت على الريال، وإنما يعني أن هذا التوقف هو عبارة عن شلل مؤقت سيتبعه بعد ذلك تدهور آخر. وبالتالي هذا الأمر لا يعد على الإطلاق عملية اقتصادية أو عملية معالجة لمشكلة، هو فقط عبارة عن شلل مؤقت، عن ترهيب بالقوة، ثم ما يلبث أن يتحول بعد ذلك إلى نتائج أسوأ عن طريق رحيل رؤوس الأموال نفسها من هذه المناطق، عن طريق ضعف أيضا القيمة أكبر أو الذعر المصرفي لدى المواطنين حينما يرى أن أمواله ممكن أن تصادر في أي لحظة. فبالتالي يعزف المواطن أو كل المتعامل مع النظام المصرفي يعني التعامل مع هذه المصارف، إذن النتائج ستكون أسوأ وليست جيدة. كما ذكرت ثالث سابقا هناك إجراءات يمكن من خلالها في حال ثبت أن هذه المصارف أو هذه الشركات الصرافة ووفقا للقانون التعامل معها وليس بعمليات الترهيب، ما الذي يختلف عما قامت به الحركة الحوثية وعما تم قبل تقريبا أسبوعين أو شهر من اقتحام لأحد محلات الصرافة ونهب ما فيه؟ تبدو العملية متشابهة، وهذا هو نهج عصابة وليس نهج دولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم اعتباره بأنه معالجة اقتصادية أهل قضية ما، بالعكس هذا يزيد الطين بلة ويزيد من عدم استقرارية الوضع الاقتصادي ومن يزيد من حالة الارتخاء في قدرة العمل أو البنوك على استقطاب المزيد من المتعاملين في السوق المصرفية بشكل عام، يعني يزيد عملية الخلخلة واللا استقرار يعني نقول في العملية الاقتصادية. بالتالي لا يمكن القول بأن هكذا مواجهة يمكن لها أن تحد أو أن تعطي تطورا إيجابيا أو أن تعطي حلا إيجابيا لهذه المشكلة بحد ذاتها، هذا الأمر فيه مغالطة. الحقيقة أنه يزيد الأمر سوءا، ماذا يعني أن يتم مصادرة أموال كبيرة تقدر بمبالغ حسب الأنباء الصحفية المتواردة ليس لدي تأكيد عليها، وحتى لم يصدر بيان بذلك، تقريبا ما يقرب من مليار ريال. إذن ما الذي يجعل أو يعطي ثقة للمواطن، من الذي يعطي ثقة للمتعامل سواء مع المصارف حتى للشخص البسيط الذي يقوم بعملية تحويل عبر شركة معينة، ما الذي يعطي ثقة بأن هذه الأموال لن يتم مصادرتها، أو ما الذي يعطي ثقة بأنه سيتم استعادتها؟ هنا مكمن الخلل وهنا المشكلة. طيب هذه سنتناقش في هذه النقطة اليوم، ماذا بيد هذه الشركات للتعامل مع هذه الإجراءات القمعية التي تتم بحقها داخل العاصمة صنعاء. ينضم إلينا من الرياض الصحفي همدان العلي، أهلا بك أستاذ همدان. أهلا وسهلا بكم. أود مناقشة معك ما يخص تبعات إغلاق ومصادرة أموال شركة الصرافة على الوضع المعيشي للمواطنين في العاصمة صنعاء، كيف تنظر لهذه التبعات؟ أخي العزيز، أستطيع أن أقول بأن جماعة الحوثي تتعامل مع المواطنين اليمنيين الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرتها باعتبارهم بهائم لا مواطنين يجب رعايتهم بحكم أنها تسيطر، أنها السلطة في تلك المناطق. هذه الجماعة قبل الوصول إلى هذه المرحلة قامت سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تجويع هؤلاء الناس، ومن على رأسها بمجرد ما دخلت صنعاء كانت سببا في إيقاف أعمال الشركات النفطية والمؤسسات والشركات والوكالات والمؤسسات الدولية المرتبطة بالسفارات التي كانت تقوم بدور تنموي كبير. بعدها قامت أيضا بإعلان
ما سمي بالتعبئة العامة، وهو يعني مصادرة وإيقاف موازنات الدولة بما فيها التعليم والصحة، وهي مؤسسات حيوية، والنظافة ويعني واستحداث أيضا الجمارك في المحافظات أو مداخل المحافظات كلها، ورفع الأسعار، رفع الأسعار من الشركات المصرية. كل هذه الإجراءات تصب في يعني أو تؤدي إلى تجويع اليمنيين وإفقارهم، ولم يتبقى في الآونة الأخيرة إلا ما يرسله المغتربون من خارج اليمن لأسرهم في الداخل، وذلك يتم عن طريق المصارف وعن طريق شركات الصرافة، وهذه الجماعة اليوم تقوم بدورها في تدمير هذه المؤسسات التي ربما قد يكون عليها بعض الملاحظات. أنا لا أدري ما هي الملاحظات الاقتصادية، ولكن أتحدث عن وسيلة وحيدة اليوم يتم إيصال من خلالها إيصال التحويلات إلى أسر، إلى ملايين اليمنيين في الداخل، وبالتالي هذا الإجراء سينعكس بشكل مباشر على المواطنين كما انعكست تلك الممارسات السابقة التي أشرنا إليها سريعا. سينعكس على المواطنين تعتقد، لأنه الشركات ربما تحمل خسائرها على المواطنين وعلى الحوالات المالية، يعني أو ماذا تقصد؟ ربما تتأثر عملية الحوالات ووصولها للمواطنين، هذا أولا. والشيء الآخر، أصحاب هذه المشاريع وهذه المؤسسات سيهجمون بدرجة، يعني إذا استمر الوضع بهذا الشكل واستمر التهديد سيهجمون عن أو سيتوقفون عن ممارسة أعمالهم. أنا سمعت اليوم أن كثير من المصارف وكثير من الشركات الصرافة توقفت وأغلقت أبوابها اليوم، وهذا خلل. يعني من المغترب الذي هنا كيف يرسل أمواله أو تحويلاته إلى الداخل؟ وهنا تكمن المشكلة. طيب، أعود مرة أخرى للباحث الاقتصادي حسام السعيدي. أستاذ حسام، هي ليست المرة الأولى التي تتم اتخاذ إجراءات مشابهة بحق شركات الصرافة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا. كان هناك يتم تعطيل للعمل في السوق المصرفي من قبل هذه الشركات كاحتجاج. هذه المرة هناك ربما بعض التعليق من شركات دون شركات أخرى. كيف اليوم يمكن أن تسير العملية المصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وتأثيرات تبعاتها على المواطنين، وأيضا لهذه رؤوس الأموال كيف يمكن لها تجنيب ربما أموالها ورؤوس أموالها من بطش الميليشيا؟ طبعا ممكن بإمكاننا ملاحظة نقطة مهمة جدا، أن العديد من محلات الصرافة الجديدة والناشئة والتي لا نعرف في الحقيقة هل تمتلك ترخيصا للعمل أو لا، لم يتم ملاحقتها أو كذا، وإنما هناك تعتبر شركات عريقة. بكل الأحوال بالنسبة لكيف يمكن تجنيب هذه الشركات، أولا الحقيقة أنه محلات الصرافة بالذات هي تتعامل مع التحويلات والعمليات المصرفية البسيطة، وهي متركزة مع الأسف يعني في مناطق سيطرة الحوثيين بحيث الكثافة السكانية أكثر، أيضا تحويلات المطربين الأكثر، وبالتالي هذا الذي يجعل هذا السوق سوق منتعش، أيضا إضافة إلى عمليات غسل الأموال الحوثية نفسها. جمعية الصرافين حتى الآن لم تصدر أي بيان أو تعليق على الأمر، بل حتى أن الشركات نفسها أو التي تعرضت للاقتحام لم تصدر بيانا تعلق على الحادث. هناك بعض الأنباء الموجودة أو المتداولة صحفيا ولم نتأكد من صحتها. هناك أنباء بأن هناك وعود بأن سيتم إعادة هذه المبالغ في الحساب طرف البنك أو البنوك التجارية، وهذا أمر حتى الآن غير مؤكد. عملية الإضراب النقطة الأخرى، ممكن يعني في حال أصدرت جمعية الصرافين أو هناك نوع من الضغط على السلطات الحوثية عن طريق إضراب للصرافين أو بالتعاون حتى مع جمعية البنوك، كون مصرف الكريمي الآن هو مصرف ولم يعد شركة صرافة، ضف إلى ذلك أيضا مثلا ما تعرض له بنك الأمل من حرق لمركزه في الأحداث الأخيرة في صنعاء، كل هذه الأعمال يجب أن تطرح في الحقيقة. ولكن يعني تنفيذ إضراب ما صعب في هذه الفترة، نظرا لأن هناك العديد من المحلات الجديدة والطارئة، وتنفيذ الإضراب أيضا سيتم اختراقه أو كسر هذا الإضراب عن طريق المحلات أو الشركات التي تتبع الحوثيين أو الشركات الجديدة التي ظهرت أو التي تمارس النشاط المصرفي.
طيب اعود وبالتالي للاستاذ. اذا هذه النقطه الاولى، يعني انه حتى عمليات الاضراب التي تم الاعلان عنها انه هناك توقف وكذا هو عمليه مؤقته في تطوري ولن تستمر او لن يكتب لها النجاح. النقطه الاخرى ممكن يعني الرحيل رؤوس الاموال، هذا امر متوقع كون راس المال او النشاط البصري في الحقيقه هو نشاط حساس للمخاطر، وبالتالي ربما هو اكثر الانشطه الاقتصاديه التي تتضرر بحال عدم الاستقرار وايضا الاعتداء والهجوم المختلف، سواء عن طريق من قبل سلطه ما اقصده او عن طريق حتى في وضع امني غير مستقر. بالتالي ربما ايضا يتم هناك انتقال لبعض المؤسسات وشركات الصرافه الى المدن المحرره، وهذا الامر لوحظ بكثره في الفتره او في الاونه الاخيره، حتى ان البنوك التي كانت موجوده في المناطق يعني الان خاضعه للسيطره الشرعيه اصبحت اكثر انتعاشا وهناك اداء افضل مما كان عليه من قبل الازمه. هذه ايضا نقطه ممكن، لكن الحقيقه ان ما دام ان العمل متركز عند في 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 المناطق أو في مناطق الكثافة السكانية، فإذا لابد من حلول أخرى، ويمكن من خلالها لهذه الجمعيات جمعية الصرافين أن تحد من هذا العمل عن طريق عملية ضغط معينة وتفاهمات مع سلطة الأمر الواقع ومع البنك المركزي. إذا ما كان ما يزال البنك المركزي رغم أنه غير شرعي في صنعاء ولكن ما زال يمارس السلطة كمؤسسة، أما إذا كان يمارس السلطة كعصابة أو عن طريق أشخاص يديرون هذه المؤسسة العملاقة، فبالتالي يعني كل الحلول تقريبا. طيب سأعود لك أستاذ حسام، نناقش معك اليوم من بعد قرار تعويم العملة من يتحكم اليوم ويستطيع التحكم في سعر الصرف. أعود مرة أخرى للأستاذ همدان من الرياض. أستاذ همدان، اليوم الحكومة الشرعية ما الذي يمكن فعله من قبلها لإنقاذ الوضع المعيشي للمواطنين وفي العاصمة وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وأيضا في المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ أستاذ همدان، إذا فقدنا الاتصال بالأستاذ همدان العلي. أعود للأستاذ حسام. أستاذ حسام، اليوم تقول الميليشيا أنها تقوم بهذه الإجراءات من أجل ضبط سعر الصرف، بعد قرار التعويم اليوم من له الكلمة في موضوع سعر الصرف؟ وأيضا كيف تنظر لأنها اتخذت إجراءات بحق بعض شركات الصرافة دون غيرها؟ يعني ما المقصود تلك الشركات مثلا اليوم إذا ما تم إقصاء بعض الشركات من سوق الصرافة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وبقيت شركات كما تقول هي تابعة ومقربة من ميليشيا الحوثي، هل هي قادرة من خلال هذه الشركات على ضبط سعر الصرف؟ الحقيقة سوق الصرف الآن فقد واحد من عوامل الاتزان القوية وهي الدور الحكومي، أصبح تقريبا مغيب تماما، أقصد يعني بالدور أو السلطة النقدية يعني كبنك مركزي. البنك المركزي الآن أصبح تقريبا غير قادر على السيطرة تماما، يعني سواء في صنعاء كسلطة أمر واقع أو حتى في عدن غير قادر على التدخل، وما قرار التعويم إلا اعتراف ولكن اعتراف غير صريح بالعجز عن في التدخل في هذا الموضوع. هذه النقطة الأولى. الحقيقة سعر الصرف سيستمر في الارتفاع ما دام وأن لم توجد سبل للحد، سواء سياسات حكومية مالية أو سواء عن سياسات نقدية للحد من هذه المشكلة. لكن في المقابل هناك أحيانا موجات غير مبررة، هذه هي النقطة التي يتم الحديث عنها في حقيقة الأمر. يعني الارتفاع التدريجي عبر اتجاه معين هو معروف بحكم الوضع الاقتصادي وحكم غياب الاحتياطات النقدية واستمرار الإصدار النقدي دون إعطاء، وأيضا عدم وجود سياسة واضحة سواء للحكومة، أما بالنسبة للميليشيا طبعا لا توجد أي سياسة بطبيعة الحال، ولكن أنا مقصود للحكومة، وبالتالي سيستمر التدهور. ولكن هذه الموجات يعني غير المبررة هي التي يتم الحديث عنها. يمكن طبعا عمليات هذه القمع كما قلت سابقا تحدث بعض الشلل في السوق المصرفية، وبإمكانها أن تحد من بعض من هذه الموجات، ولكن في النهاية هي لن تحل مشكلة التدهور في سعر الصرف، لأنها عملية غير اقتصادية وهي ما يتم عن طريق القوة، لا يمكن أن يحل ما يتم في السوق المصرفي، عبارة عن آليات معينة، آليات طلب وآليات شكرا عرض أستاذ حسام. وإلى آخره. شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، كنت معنا من أنقرة. أعود لضيفنا من الرياض الأستاذ همدان. أستاذ همدان، الحكومة اليوم ما الذي يمكن فعله من قبلها لإنقاذ الوضع المعيشي للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا وأيضا المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مع هذا التدهور في قيمة العملة؟ بالتأكيد يجب على الحكومة القيام اليوم بأي إجراءات تضمن
يعني عدم انهيار الريال، لأنه انهيار الريال هذا كما قلنا قبل قليل وكما أشار ضيفك الكريم سينعكس بشكل مباشر على المواطنين. ارتفاع الأسعار لم يعد الناس يستطيعون تحمل ارتفاع الأسعار الجنوني وانعدام الخدمات، هذا فيما يخص المناطق المحررة. أما ما يخص المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين فإجراءات الحوثيين ستستمر، إجراءات الحوثيين التي يهدفون من خلالها إلى تجويع المواطنين ستستمر، ولا يوجد حل للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلا تحريرها من هذه الجماعة الإرهابية. ليس هناك حلول أخرى، وإن كان هناك حلول فهي ترقيعية مثل الإغاثة مثل وإدخال المساعدات عن طريق المنظمات الدولية، لأنها لا تفي بالغرض ولن تكون ناجحة أمام ملايين اليمنيين. نحن نتحدث اليوم عن 19 أو 22 مليون بحاجة إلى مساعدات عاجلة، عن 19 مليون بحاجة إلى مياه صالحة للشرب، عن أكثر من 15 مليون بحاجة إلى خدمات صحية. وبالتالي أي حلول ترقيعية لن تكون مجدية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والحل الوحيد هو تحرير هذه المناطق وإعادة الدولة لإدارة البلاد بالشكل الصحيح. طيب، حلول ترقيعية غير ممكنة ولا تفيد، هل الحكومة على الأقل تقوم بهذه الحلول الترقيعية؟ هل لمست أي حلول وجهود من قبل الحكومة؟ الحكومة بين الفترة الأخرى تتحدث عن إنجازات يتم إعلانها بالأرقام فيما يخص المناطق المحررة في عدن، في حضرموت، هناك مشاريع نراها، لكن في نفس الوقت أنا الذي أعرفه أن هناك تحديات أيضا فيما يخص بيع النفط، فيما يخص إيرادات الدولة. هذه العقبات بحاجة إلى أن تحل جذريا، وهي لن تحل إلا إذا استقرت البلاد وتم تحرير اليمن كاملة. يعني يجب أن نتفهم إشكالية، صحيح الحكومة مطالبة بأن تقوم بإجراءات حاسمة للحد من انهيار الريال، للحد من انهيار الاقتصادي، لتلبية يعني احتياجات المواطنين سواء الموجودين في المناطق المحررة أو في مناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ولكن يجب أيضا في المقابل أن نتفهم يعني وضع البلاد، ونحن نعيش وضع حرب. شكرا جزيلا لك استاذ حمدان علي الصحفي، كنت معنا من الرياض. ينضم الينا من تعز عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بك استاذ عبد الهادي. اهلا وسهلا اخي. باعتقادك ما هدف الميليشيا الحوثي من الاجراءات التي قامت بها اليوم في العاصمه صنعاء من اغلاق محلات الصرافه ومصادره اموال هذه الشركات؟ من حيث الإغلاق، إذا كان المبرر الحفاظ على سعر الصرف كما يقولون، يمكن أن يكون هناك إغلاق أو على الأقل تحذير أو إنذار، لكن النهب لمحلات الصرافة هذه الخطوة الأخيرة لهذه الجماعات أو خطوة ما قبل السقوط. هذه الجماعة الآن تخطط للعودة بشكل أساسي إلى محافظة صعدة، وهي تدرك أن هذه الجماعة سوف يتم ضربها، وأن هناك ضوء أخضر بظهور دخول العاصمة، وهناك تقهقر في أغلب الجبهات. الجماعة الآن تبحث عن كيفية الحصول على أكبر قدر ممكن من المال لإعادة بناء هذه الجماعة من جديد. هذا المال سيتم مصادرته بدون أي وجه حق، هذا سطو مسلح، عصابات سطو مسلح الآن وليس الدولة، هذه نهب منظم وسرقة أموال بالقوة. هذه حرابة، ما مارسته جماعة الحوثي في صنعاء هو حرابة وعمل منظم، سرقة بالإكراه وباستخدام القوة والتهديد. وبالتالي هذه الجماعة متوقع منها، هذه الجماعة مارست مصادرات من صعدة حتى وصلت صنعاء، فجرت بيوت، صادرت مزارع، صادرت أراضي، آخر العملية أن تتم النهب، وأتوقع أن تتوسع العملية من صنعاء إلى بقية المحافظات، إلى أب والحديدة وحقا. وبالتالي على المواطنين أن يكونوا حذرين جدا، أو يحاولوا قدر الإمكان إخفاء أموالهم. هذه الجماعة سوف تنهب كل شيء، هي نهبت وزارة الدفاع، نهبت الأسلحة، نهبت كل شيء، والآن تنهب المواطنين. طيب، بهدف النهب والسطو والحرابة كما تقول قامت بهذه الإجراءات، لأنها ليست دولة ولا تتمتع ولا تتحلى بأي مسؤولية تجاه الشعب، ما المطلوب اليوم من الحكومة الشرعية فعله
التخفيف من المعاناة التي تأتي انعكاس لهذه الإجراءات على المواطنين العاديين، يعني ارتفاع في أسعار الصرف، كيف تنظر لأداء الحكومة في هذا الملف؟ الآن هذا مؤشر على الحكومة أن تستغله بشكل كامل. هناك حالة غضب شعبي كبير جدا في هذه المناطق. الحوثيين يسعون إلى فرض التجنيد الإجباري، إلى حشر الناس للقتال، وبالتالي هذا يعني أن الجماعة فقدت قوتها الأساسية التي تعتمد عليها، ما على الإخوة في قيادة الجيش الوطني سوى تسريع الخطى والتعجيل باتجاه العاصمة وباتجاه بقية الجبهات. يجب الدفع بأكبر قدر ممكن من المقاتلين للجبهات وعلى الطيران تكثيف ضرباته على هذه الجماعة وعلى مناطق إمدادها بشكل رئيسي، ويجب التركيز على الجبهات وفتح خطوط تقدم باتجاه العاصمة لإنقاذ الناس. اليوم الوضع لا يختلف عن المعازل النازية، رغم الفارق الأخلاقي ما بين النازيين وبين هذه الجماعة، هذه جماعة بدائية لا تختلف تماما عن جماعة كوزيف كوني في كينيا، جماعة في أوغندا عفوا، جماعة جيش الرب، ولا ربما ليست هنالك حركة أسوأ من هذه الحركة. حتى الحركات التي كانت تقوم سواء في كولومبيا أو أيضا كانت في كمبوديا، جماعة الخميرة الحمر أو غيرها، كانت لها التزامات أخلاقية. هذه الجماعة بدون أي التزام أخلاقي، هذه الجماعة جماعة صف ونهض، هذه الجماعة تعتبر نفسها صاحبة حق إلهي في الناس وممتلكاتهم. شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزعزي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من تعز، وايضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقه من زاوية الحدث. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقه محمد عبد المولي.